بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين. أما بعد، حياكم الله. نستكمل سويا مدارسة كتاب مشكلات التفسير، وكنا وقفنا عند كون السنة هي ثاني المصادر بالنسبة لمن يريد تفسير القرآن، أو هي ثاني الأصول بالنسبة لمن يريد تفسير القرآن. وقلنا إن هناك مسلمات هي التي جعلت العلماء يجعلون السنة أصلا معتمدا. هذه المسلمات الأربعة كلها راجعة إلى توجيهات ربانية بوجوب الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من الآيات والأمور التي شرحناها في المرة السابقة. وكنا وقفنا عند علاقة السنة بالقرآن، كيف تكون العلاقة بين القرآن والسنة. فيقول المؤلف: علاقة السنة بالقرآن تشمل ما يلي، يعني كيف نتصور العلاقة بين القرآن والسنة. قال: أولا، تثبيت المعاني التي ذكرها القرآن. ما معنى تثبيت المعاني التي ذكرها القرآن؟ يعني التأكيد على ما ذكره القرآن، ولا يكون التأكيد إلا حيث يكون الأمر المؤكد مهما. فالقرآن حث مثلا على إقامة الصلاة، السنة النبوية أيضا جاء فيها الكثير من الأحاديث التي تحث المسلم على إقامة الصلاة على أوقاتها وعدم تضييعها ونحو ذلك. السنة مثلا ورد فيها الأمر، القرآن مثلا ورد فيه الأمر ببر الوالدين. فنجد أن السنة النبوية كذلك جاء فيها التأكيد على وجود بر الوالدين، بل بيان بعض الأمور التي ينبغي فعلها ليكون الإنسان بارا بوالديه وهكذا. فإذا السنة مع القرآن قد تؤكد المعاني التي ذكرها القرآن، وذلك تماما كما أن القرآن قد يؤكد المعاني التي ذكرها. ففي القرآن آيات كثيرة تدور على معنى واحد، كالأمر بإقامة الصلاة مثلا، كالأمر بعبادة الله، كالأمر ب يعني كبيان قدرة الله على البعث والجزاء والحساب والجنة والنار، وكتسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتصبيره. كل هذه آيات قرآنية جاءت لتدور حول معان واحدة. فكذلك الأمر، كما أن القرآن قد يؤكد بعض معانيه، فالسنة كذلك قد تؤكد بعض المعاني القرآنية. يقول: فقد أكد هذا المعنى، أو فقد أكد هذا المعنى في أحاديث كثيرة، كحديث: بني الإسلام على خمس. ففي هذا الحديث تم التأكيد على هذا المعنى. طيب، ثانيا،
تبيين المجمل، تبيين المجمل. الأمر المجمل هو الأمر غير المفصل، هو الأمر الذي يحتاج إلى شرح وإيضاح. فالقرآن فيه أمور تحتاج إلى مزيد إيضاح. فمثلا القرآن يأمر بالصلاة، لكن الله سبحانه وتعالى لم يبين كيفية الصلاة، ولم يبين عدد ركعاتها، ولم يبين شروطها ولا مواقيتها. وكذلك الزكاة، الله أمر بالزكاة، لكن ما هي مقادير الزكاة في الأنعام؟ ما هي مقادير الزكاة في الأموال والتجارات؟ كل هذا لم يبينه القرآن، وإنما جاء بيانه فين؟ في السنة النبوية. فإذا السنة قد تبين مجملات القرآن. قال: ففي القرآن أحكام مجملة، في السنة بيانها، كالصلاة جاء الأمر بها، الأمر بإقامتها، ثم جاءت السنة مفصلة لمواقيتها وعدد ركعاتها وكيفيتها وكل ما يتعلق بها صحة وبطلانا. طيب، أيضا ثالثا توضيح المشكل. ما معنى توضيح المشكل؟ الأمر المشكل هو الأمر الغامض، الأمر الذي لا يفهم على وجهه الصحيح، وهو لون من ألوان، أو وهو لون من التفسير، من ذلك ما رواه البخاري عن عدي بن حاتم قال: لما نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أنتم تعلمون جميعا هذه القصة. عدي بن حاتم فهم الآية على ظاهرها، فقال: عمدت إلى عقال أسود. عقال يعني خيط أو حبل، عقال يعني خيط أو حبل. ومنه جاء حديث أو كلام سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لما حصل أن منع بعض المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عقالا، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ولو منعوني عقالا، يعني هؤلاء الذين منعوا الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر يقول: لو منعوني ولو حبلا، ولو شيئا بسيطا كالحبل الذي كانوا يؤدونه زكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاتلتهم عليه. لذلك يوجد في تاريخ الإسلام ما يعرف بقتال مانعي الزكاة. متى حصل ذلك؟ حصل ذلك في عهد عمر بن الخطاب، في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فإذا كلمة عقال يعني حبل. فهذا الرجل أخذ الآيات على ظاهرها، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فماذا فعل؟ قال: عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبينني، يعني ينظر، يصحو من النوم وينظر في الخيط الأبيض والخيط الأسود، فلا يستطيع أن يعرف ما هو الأبيض وما هو الأسود، فيظن أن الليل ما زال قائما. فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. يبقى الخيط الأبيض المراد به ليس الحبل الأبيض،
وإنما المراد به بياض النهار. الخيط الأسود هو سواد الليل، يعني على المسلم أن يأكل وأن يشرب حتى يخرج النهار أو حتى يظهر النهار. وعندما يقول الله عز وجل هنا من الخيط الأبيض من الخيط الأسود، معناه أنه سيمتنع عن الطعام بمجرد مخالطة النهار لليل. يعني إذا قال الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض فقط، ربما يمتنع الإنسان عن الطعام عند الظهر مثلا، لكن عندما يقول الخيط الأبيض من الخيط الأسود يعني في بداية النهار. فإذا هذه الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود كانت مشكلة غير واضحة عند بعض الصحابة، حتى بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا بيان نبوي لآية قرآنية. إذا علاقة السنة بالقرآن قد تكون توضيح ما أشكل في القرآن. رابعا، تخصيص العام. تخصيص العام، ومن ذلك آية المواريث في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا نحن الآن نرى هذه الآية عامة، فإذا الله عز وجل هنا ذكر أمورا تشمل جميع الأفراد، يعني جميع الأولاد، فيقول إن كل ولد ذكر يرث ضعف الأنثى التي تساويه في الدرجة. فالعام يشمل جميع الأفراد على سبيل الشمول. طيب، هنا قد يكون الرجل عنده بنت مسلمة وولد ذكر كافر، هل تشملهما الآية؟ بحسب الآية فالآية عامة، لكن عندما نرجع إلى السنة النبوية نجد أن السنة النبوية قالت إن هذا الولد إذا كان غير مسلم لا يرث. فإذا حصل تخصيص للآية، حصل ماذا؟ تخصيص للآية. فنفهم في قول، وذلك جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. معنى ذلك إنه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين بشرط الإسلام. إذن السنة النبوية خصت الولد الذي يجوز له أن يرث من مال أبيه بشرط ماذا؟ بشرط الإسلام. كذلك الأنثى لا ترث من مال أبيها إلا إذا كانت مسلمة. جاء ذلك أين؟ في السنة النبوية. فالسنة النبوية الآن ماذا فعلت؟ السنة النبوية الآن خصت هذا العموم، فعموم الأولاد ليس مرادا في الآية، بل المراد الولد بشرط الإسلام أو الأنثى بشرط الإسلام، لأنه لا يرث المسلم الكافر ويمنع الشخص، هكذا قال العلماء، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. فافهم فليس الشك كاليقين. إذن هذه موانع الميراث التي ذكرها علماء المواريث، إن الشخص لا يرث
إذا كان رقيقا رق وقتل، ولا يرث إذا كان قاتلا، فالقاتل لا يرث. يعني إذا قتل الوارث، إذا قاتل الوارث الموروث المورث، إذا قتل الوارث المورث فإنه لا يرث منه. رق وقتل واختلاف دين، يعني اختلاف الديانة يمنع من الميراث، فالمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. إذن أين جاء هذا التخصيص لعموم الآية؟ جاء في السنة. فإذن من العلاقات التي بين القرآن والسنة أن تخصص السنة عموم القرآن. معنى ذلك يا أيها الإخوة والأخوات أن السنة تمكننا من فهم القرآن فهما دقيقا، حتى نقف على مراد الله سبحانه وتعالى. فإذا كل من يدعو إلى الاستغناء عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحقيقة يدعو إلى ترك الدين، لأننا بترك السنة لا نكون ملتزمين مراد الله عز وجل. خامسا، تقييد المطلق. الفرق بين العام والمطلق يا أيها الإخوة أن العام يشمل جميع الأفراد على سبيل الشمول، فعندما يقول الله يوصيكم الله في أولادكم يعني كل الأولاد. وأما المطلق فإنه يعم جميع الأفراد على سبيل البدل. على سبيل ماذا؟ على سبيل البدل، مثل هذه الآية التي معنا. فإذا الكثير من الناس يعني لا يفرقون بين العام والمطلق، فالعام عند علماء الأصول كما عرفه الرازي في كتابه المحصول هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد. فإذا العرب وضعوا ألفاظا كثيرة وصيغا متعددة أيضا تفيد العموم، مثل ال، إذا رأيت ال الاستغراقية أو ال التي للجنس هذه علامة العموم، كما في قول الله تعالى والسارق والسارقة، يعني وكل سارق وكل سارقة، هذا يفيد العموم. أيضا من علامات العموم الجمع المعرف بالال، والوالدات يرضعن أولادهن، لفظ الوالدات هنا يشمل كل والدة، وهكذا. يعني العموم في كتب أو العام في كتب أصول الفقه يعني منضبط له يعني علامات يعرف بها. أما المطلق فهو ما دل على الحقيقة بلا قيد، كما في قول الله عز وجل فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. فكلمة رقبة هنا مطلقة، طيب، لكن جاء القيد بعد ذلك بوصف هذه الرقبة بالإيمان. فالإنسان هنا إذا حرر أي رقبة فيكون ممتثلا لأمر الله عز وجل، لأن كلمة رقبة مطلقة، خلاص كده، لأن الإنسان لا يلزمه أن يعتق جميع الرقاب، وإنما المراد إيه؟ ليس كل الرقاب، تحرير رقبة هنا لا تعني كل الرقاب، بخلاف في العموم، العموم يعني كل الأفراد.
أما كلمة راقبة هنا لا تعني كل الرقاب، وإنما يكفي رقبة واحدة، فتحرير الرقبة أي واحدة. فإذا اللفظ العام يشمل جميع الأفراد، المطلق يعم جميع الأفراد على سبيل البدل، على سبيل الإيه؟ البدل، وليس على سبيل الشمول. فأنا يمكن أن أعتق هذه الرقبة، أو بدلا منها هذه الرقبة، أو بدلا منها هذه الرقبة، إنما المراد ماذا؟ رقبة، رقبة واحدة. إذن العام يشمل جميع الأفراد، المطلق لا يعم جميع الأفراد، وإنما يخص فردا واحدا منها. فإذا المطلق من أقسام الخاص، يعني يمكن أن نقول أن المطلق من أقسام الخاص. يبقى عندنا عام وعندنا خاص، هذا الخاص قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا. طيب نرجع إلى كتابنا. تقييد المطلق كآية الوصية الواردة في سورة النساء، وهي قوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. فهذه الآية دلت على أن كمية الموصى به مطلقة، من بعد وصية، ألا بد أن توصوا بوصية، هذا مطلق، فلم يحدد بنسبة معينة. وكذلك الجهة التي تعطاها مطلقة غير محددة، فجاءت السنة النبوية فحددت الوصية بالثلث. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل من بعض الصحابة، كان سيدنا عمرو بن العاص فيما أذكر، أراد في مرض موته أن يتصدق بماله كله في سبيل الله تعالى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس. يعني الواحد إذا أراد أن يوصي بماله في الخير فليجعل ذلك في حدود ثلث المال وليس كل المال. أيضا الأمر بالوصية حدد في السنة النبوية وقيد في السنة النبوية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. إذن كلمة وارث أو الكلام في المواريث أو في من يوصى له مطلق، ثم قيد في السنة النبوية. فإذن السنة النبوية قد تقيد مطلق القرآن. إذن السنة النبوية علاقاتها بالقرآن تتمثل في الآتي: تثبيت المعاني، تبيين المجمل، توضيح المشكل، تخصيص العام، تقييد المطلق، وغير ذلك من العلاقات التي يمكن، يعني إذا أردتم أن تتوسعوا فيها في كتب الأصول. الآن عندنا مجموعة من التنبيهات المهمة المتعلقة بالتفسير بالسنة النبوية. لا بد أن نفرق يا أيها الإخوة الكرام بين ما أسميته هنا التفسير النبوي. تنبيهات: واحد، الفرق بين التفسير النبوي والتفسير بالحديث النبوي. التفسير النبوي هو التفسير الصادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو التفسير النبوي، كما في المثال الذي ذكرناه في المرة السابقة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون ما الكوثر؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي. إذن هذا تفسير نبوي، هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هناك شيء آخر
يمكن أن نسميه التفسير بالحديث النبوي. التفسير بماذا؟ بالحديث النبوي. ما هو التفسير بالحديث النبوي؟ هو أن يأتي مفسر ثم يقوم بالربط بين آية وحديث نبوي ويقول هذا الحديث تفسير لهذه الآية. إذن التفسير النبوي هو التفسير الصادر، والتفسير الصادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتفسير الذي يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. فالربط بين الآية وغيرها صدر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. أما التفسير بالحديث النبوي فهو فعل غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فعل المفسر، ومن ثم ينسب إليه، إن صحابيا فتفسير صحابي، وإن تابعيا فتفسير تابعي، وإن كان غيره فغيره. إذن معنى ذلك إنه عندما يقول النبي هذا الحديث تفسير لهذه الآية، هذا تفسير نبوي معصوم صحيح. عندما يأتي رجل آخر إن كان صحابيا مثلا وقال تفسير هذه الآية في قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا تفسير بالحديث النبوي. طيب هذا التفسير بالحديث النبوي ما حكمه؟ حكمه أنه تابع لتفسير المفسر، يعني إن كان المفسر صحابيا نقول هذا تفسير الصحابي فيأخذ حكم تفسير الصحابي، إن كان تابعيا يأخذ حكم تفسير التابعي، إن كان مفسرا من المفسرين المتأخرين نقول هذا تفسير فلان، هذا تفسير الألوسي. لماذا نفرق بين هذين المستويين؟ لأن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم معصوم صحيح، المعنى المذكور داخل في الآية يقينا. أما تفسير غير النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة أو بالحديث فإنه يحتمل الخطأ والصواب، يعني قد يكون الربط بين الآية والحديث غير صحيح. فلذلك عندما نجد حديثا ويدعى أنه تفسير لهذه الآية أو لآية معينة، يعني لا نبادر بالقول بأنها يقينا تفسير لهذه الآية، وإنما نتريث حتى ننظر من الذي فسر ومن الذي ربط بين الآية والحديث. طيب إذن ما الفرق بين التفسير النبوي والتفسير بالحديث النبوي؟ التفسير النبوي هو التفسير الصادر عن النبي صلى الله عليه وسلم. التفسير بالحديث النبوي هو الصادر عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. التفسير النبوي حكمه حكم تفسير المعصوم. التفسير بالحديث النبوي حكمه حكم من فسر به، فإذا كان صحابيا يأخذ حكم تفسير الصحابي، إذا كان تابعيا يأخذ حكم تفسير التابعي، وهكذا. واضح؟ هل هذا الكلام واضح؟ طيب ثم قلت ولا بد من توافر شرطين حتى يكون التفسير بالحديث النبوي أصيلا وليس دخيلا. نحن اتفقنا إنه التفسير بالحديث النبوي قد يقع فيه الخطأ إذا صدر عن غير معصوم، فمتى يكون أصيلا ومتى يكون دخيلا؟ الشرط الأول أن يفسر بحديث متواتر
أو صحيح أو حسن أو ضعيف انجبر. يبقى لابد أن يكون الحديث داخل في دائرة المقبول، هذا هو الشرط الأول. معنى ذلك إنه إذا فسر بحديث ضعيف لم ينجبر، أو فسر بحديث موضوع، إذن هذا تفسير دخيل. الشرط الثاني حتى يكون التفسير بالحديث النبوي أصيلا، أن يكون الربط بين الآية والحديث صحيحا. لابد أن يكون الربط ماذا؟ صحيحا، لا يخالف قاعدة من قواعد الشريعة ولا أصلا من أصولها، ولا أصلا من أصولها. يعني ينبغي أيضا أن ننظر هل هذا الحديث له علاقة بهذه الآية أو ليس له علاقة بالآية، أو ليس له أي علاقة بالآية، وهل هذا الربط بين الآية والحديث يخالف شيئا في الشريعة أو قاعدة من قواعدها أو لا. إن القاعدة لا شك أنها أقوى، إن القاعدة لها شواهد كثيرة، فلا يقوى على معارضتها قول فلان من الناس وإن كان مجتهدا. إذن هذا هو التنبيه الأول الذي ينبغي أن نلتفت إليه، وهو أن نفرق بين التفسير النبوي والتفسير بالحديث النبوي. التفسير النبوي هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، وهذا قليل جدا في القرآن. يعني التفسير النبوي المباشر قليل جدا في القرآن. الإمام السيوطي رحمه الله في آخر كتاب الإتقان أورد الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير فلم تتجاوز فيما أذكر 50 صفحة، لم تتجاوز 50 صفحة. فهذا ما يمكن أن نطلق عليه التفسير النبوي، فهو تفسير معصوم والمعنى المذكور فيه داخل في الآيات يقينا. أما تفسير غير النبي صلى الله عليه وسلم ولو بالسنة النبوية فقد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا، فقد يكون أصيلا وقد يكون دخيلا، لأنه نابع من عقل من فسر. طيب، هذا هو التنبيه الأول وهو تنبيه مهم. التنبيه الثاني، التفسير بالحديث النبوي يكون أصيلا إن كان بالحديث المتواتر أو الصحيح لذاته أو الصحيح لغيره أو الحسن لذاته أو الحسن لغيره، والحسن لغيره يدخل فيه الضعيف الذي ينجبر ضعفه. الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه انجبر ضعفه وارتقى إلى درجة الحسن لغيره، فلا بد إذن من أن يكون التفسير الذي الحديث الذي يستشهد به المفسر حديثا مقبولا كما قلنا قبل. التنبيه الثالث، إذا وجدنا عند تفسير آيات استشهادا بحديث ضعيف، يعني وجدنا مفسرا من المفسرين يأتي بحديث ضعيف لتفسير آية من آيات القرآن، فينبغي علينا التأكد من جهتين قبل رد القول. يعني لا نقول مباشرة والله إذن هذا الحديث ضعيف فقوله مردود دخيل، لا نفعل ذلك. وإنما طالب العلم والإنسان العالم يتريث، فإذا وجدت حديثا ضعيفا لا تقول والله نحن درسنا في أصول التفسير أن التفسير بالضعيف تفسير دخيل فإذا ينبغي رد هذا القول، لا نفعل ذلك أيضا. طيب ماذا نفعل؟ ألك تريث، انتظر، تأمل وفكر في أمرين. الأمر الأول البحث في الحديث، هل ينجبر أو لا ينجبر هذا الحديث. الجهة الثانية، فإذا انجبر كان التفسير أصيلا،
طيب الجهة الثانية أيضا نتأمل وننظر، هل بني هذا القول على الحديث أو أن الحديث مجرد دليل من أدلة كثيرة؟ أيوة، لأنه أحيانا ماذا يحصل؟ يأتي المفسر إلى آية قرآنية فيفسرها بأمور كثيرة، باللغة، بآثار الصحابة والتابعين، بأحاديث نبوية، ومنها حديث ضعيف، يعني من أدلته على المعنى، من أدلته على المعنى أو على معنى الآية حديث ضعيف. فإذا بني القول على أدلة كثيرة نقول والله هذا الدليل ضعيف، ولا نقول هذا التفسير صحيح ضعيف. إذن هناك فرق بين أن تقول هذا دليل ضعيف، وبين أن تقول هذا تفسير دخيل. متى تقول هذا تفسير دخيل؟ إذا بني القول التفسيري على هذا الحديث فقط. أما إذا كان الحديث واحدا من أدلة كثيرة فإن القول التفسيري يظل قويا، إلا إن أبطلنا جميع الأدلة، إلا إن أبطلنا جميع الأدلة التي استشهد بها المفسر. إذا وجدت عند تفسير آية من القرآن أن المفسر فسرها بحديث ضعيف، لا تقل هذا تفسير دخيل إلا بعد التأمل في أمرين. الأمر الأول، هل هذا الضعيف ينجبر أو لا ينجبر؟ إذا كان ينجبر فهو أصيل. الأمر الثاني، هل بنى قوله التفسيري على هذا الحديث فقط، أو أن هذا الحديث بعض الأدلة أو واحد من الأدلة؟ إذا كان بعض الأدلة أو واحد منها لا ترد هذا القول التفسيري ولا تقول هذا تفسير دخيل. طيب، فإذا كان القول التفسيري قد بني على أدلة كثيرة منها الحديث الضعيف فلا ينبغي رد هذا التفسير قبل النظر، قبل النظر فيما بني عليه، ولا نسارع لعده دخيلا، ولا نسارع لعده دخيلا. واضح يا اخوانا؟ طيب، والخلاصة والخلاصة أن تفسير القرآن بالسنة الصالحة للحجية طريق صحيح. هذا يعني الكلمة الأخيرة في هذا الفصل، أن تفسير القرآن بالسنة الصالحة للحجية طريق صحيح من طرق التفسير، والتفسير بها تفسير أصيل بضوابطه المذكورة. ما هي الضوابط المذكورة؟ أن نفرق بين الحديث النبوي التفسير النبوي والتفسير للحديث النبوي، ألا نسارع لرد التفسير بالحديث النبوي قبل التأكد من هاتين الجهتين، أن يكون الحديث المستشهد به مقبولا كما ذكرنا، أطبق على ذلك أهل السنة والجماعة، يعني أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة أنه ينبغي على المسلم المفسر أن يلجأ إلى تفسير السنة بعد القرآن مباشرة. المرة القادمة إن شاء الله نأخذ أو نبدأ في الفصل الثالث، وهو الإجابة على سؤال هام شغل كثيرا من الناس، وهو هل تناول النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله بالبيان؟ يعني هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله، أو أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم كان لبعض القرآن؟ وما معنى البيان النبوي أو التفسير النبوي إذا كان؟ سنحقق هذه المسألة إن شاء الله، وستجدون أننا ذكرنا فيها كلاما بفضل الله تعالى يعني لا تجدونه في غير هذا الكتاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. أكرمكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.